لو سألتك يا زميلي العزيز، هل تقدر تحدد لي ما هي مكونات دائرة الهيدروليك اللي موجودة في المعدات أو الماكينات؟ طبعا من حقك إنك تسألني وتقول لي طب هي شغالة في دايرة إيه؟ أقول لك على سبيل المثال ممكن دائرة الهيدروليك اللي شغالة في مكابس النفايات أو مصانع تدوير المخلفات زي مثلا الكار كراشر دي. أهو هنا بنشوف السيارة هتدخل على المكبس عشان يبدأ يحولها إلى خردة أو إلى نفايات، وهيبدأ المكبس يكبسها ويحولها إلى كتلة من العجين، وبعدين يبدأ بقى يحولها بعد كده بالونش ياخدها ويطلعها بره. إذا في هذه الحالة تقدر تحدد ما هي المكونات؟ ناخد أبسط المكونات اللي كانت باينة قدامنا وهي سلندر الهيدروليك. فأول حاجة عندي هي الاسطوانة زي ما انت شايف كده، بس هل الاسطوانة دي تقدر تشتغل كده مع نفسها ولا أكيد محتاجة للضغط بتاع الزيت عشان يبدأ يكبس المنتج بتاعك؟ فالزيت هتجيبه منين؟ يبقى أكيد الزيت موجود في الخزان، والخزان محتاج طلمبة عشان تبدأ تسحبه، والطلمبة محتاجة لموتور عشان يبدأ يدور هذه المضخة. كده بقى أصبح عندنا مضخة هيدروليكية بتسحب الزيت من الخزان عشان تضخه في السلندر، ومعاها المحرك الكهرباء اللي هيدور هذه المضخة. هل انت كده محتاج لحاجة تانية في دايرة الهيدروليك عشان تخلي الاسطوانة تتحرك لقدام؟ والله حتى الآن لأ، مفيش حاجة، مجرد ما ادور المحرك هشغل واشوف ايه النتيجة. نبدأ نحرك اهي، تمام شغالة زي الفل. إلى أن حصلت المشكلة اللي حضرتك شايفها دلوقتي دي. طب هذه المشكلة نتجت عن إيه؟ عن أن المضخة عمالة تضخ زيت في الدايرة والسلندر وصل إلى نهاية المشوار، فعمال يخاطب الطلمبة، يا طلمبة كفاية ما تضخي الزيت، فهي تقول له أبدا، طول ما المحرك الكهرباء عمال يدور فيا فأنا هسحب زيت وأضخه في دائرة الهيدروليك. طبعا السلندر مش هيلاقي مكان يودي فيه الزيت الى ان يرتفع الضغط الى اقصى قيمة ممكنة، والزيت هيبدأ يبحث عن اضعف نقطة في هذه الدائرة عشان يبدأ ينفذ هذا الضغط. طبعا في هذه الحالة ما ينفعش نقول ان الدائرة كده سليمة، لازم في هذه الحالة نحط ايه؟ وسيلة تأمين لهذه الدائرة. وسيلة التأمين اللي احنا هنحطها صمام حد الضغط او صمام البريشر ريليف فالف، وهو ده اللي هيقوم بعمليه حمايه الدايره من الضغوط المرتفعه. تعال نجرب كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي المضخه هتبدا تضخ زيت الى ان يصل السلندر لاخر المشوار برضه زي المره اللي فاتت، فيبدا الضغط بقى بتاع الزيت يتحول الى الخزان عن طريق البريشر ريليف فالف او صمام حد الضغط. اذا دي مكونات الدايره. هل في حاجه تانية انت محتاجها في دايره الهيدروليك بتاعت حضرتك؟ نقول لك هو السلندر ده لما راح لاخر المشوار مش محتاج ان هو يرجع ولا خلاص كده راح ومن غير بلا رجعه؟ يبقى في هذه الحاله هذا الصمام هيكون مسؤول عن توجيه السلندر، يخلي السلندر يطلع لقدام، وبعدين لما لقطه الاواجيب الوضع التالي بتاعه يبدأ يخلي السلندر يرجع الى الخلف. تمام، هل في حاجة تاني محتاجة في دايرة الهيدروليك؟ قال لك والله ممكن بعض الدوائر يبقى محتاج انك انت تتحكم في سرعة السلندر ده، ومعنى ان انا اتحكم في سرعته يبقى هتحكم في كمية الزيت اللي داخلاله، يبقى في هذه الحالة محتاج لصمام عشان يتحكم في التدفق اللي داخل الى هذا السلندر عشان يخلي سرعته تبقى بطيئة شوية او اكتر او اقل حسب الاحتياج بتاعك في هذه الدائرة. وبالشكل ده يبقى احنا كده كوننا الدائرة الاساسية اللي موجودة في اغلب المعدات او الماكينات. طبعا بيبقى فيه مكونات اكتر من كده، لكن احنا بنقول المكونات الاساسية اللي احنا عايزين نعرف بيها دائرة الهيدروليك بتتكون ازاي. ولحد هنا بينتهي الفيديو دوت، وما تنساش لو عايز تتعلم وتستمتع بالهيدروليك تابع معايا في الحلقات اللي جاية وشاركنا برأيك في التعليقات. سلام.